اخيرا اخر خبر عندنا، احنا كنا قلنا في بدايه هذه الحلقه في المقدمه الطويله اللي عملتها ماذا عن المواطن، المواطن بقى يعمل ايه؟ قلنا لكم الذهب وضعه ايه، قلنا لكم العقار وضعه ايه، نشوف بقى المواطن العادي هيعمل ايه. دكتور مصطفى بدره الخبير الاقتصادي، دكتور مساء الخير. المواطن لما بيشوف كل ده يعمل ايه؟ العالم كله بيعيد اولوياته في الحياه العاديه، المواطن يعمل ايه يا دكتور؟ مساء الخير لحضرتك. قدامه عدد من البدائل، وكل بديل قدامه لازم يستثمر فيه، عارف ان هيكون امام البديل ده المكسب، هيتحمل حاجه اسمها الريسك او المخاطره اللي هي بتتحمل العائد المقابل ليه. يعني خلينا نقول لو انت النهارده ما عندكش خبره او خلفيه في اداره استثمار، لو سمحت روح حط فلوسك شهادات في البنك، النهاردة بتدي 18% وال 18% ده عائد جميل جدا بتديهولك كل شهر، تقدر تزود بيه مستوى الدخل الخاص بيك، هتقدر النهاردة تواجه مؤشرات التضخم أو الارتفاع في مستويات الأسعار. ده شق إيجابي جدا بالنسبة لنا. طب أنت النهاردة عايز تسرع من خطوات الاستثمار الخاصة بحضرتك أو عندك مبلغ مالي ممكن يعني ترتكن ليه سنة أو اتنين أو تلاتة ومش محتاجه، ممكن تستثمر في الذهب وتتحمل تداعيات الارتفاع والانخفاض اللي احنا بنشوفها الطفيفة. رغم ان انا دايما بميل لو انت عندك افضلية استثمر في الذهب، ده بالنسبة لنا فرص افضل بدل الفلوس الكاش لو انت هتحتفظ بيها في يعني ايه بعيد عن البنك. طب انت النهاردة ممكن تسرع اكتر، انا عندي حركة اكتف شوية وبدور فلوسي اكتر، تقدر تخش تستثمر فيما بيسمى أذون الخزانة. دي مدتها قصيرة، بتدي عائد كويس، هتخش البنك أي بنك من البنوك الكبيرة، بتبتدي من 25,000 جنيه ومضاعفاتها يا فندم، يعني 25 50 75، ودي بتنزل لك العائد بتاعها كل 3 شهور، وده تقدر تدور فلوسك على طول ومضمونة طبعا من الحكومة. طب النهاردة أنا عايز استثمار أطول شوية، تقدر تشتري سندات ومفيش مشكلة برضو عن طريق البنوك. تمام. معايا مبلغ اكبر بقى، خش اشتري عقار، وانا بفضل دايما ان العقار المبادرات اللي بتطرحها الدوله اعتقد دي بتبقى اسعارها مميزه لو انت شروطك بتتطابق مع هذه المبادرات. تمام. لكن الامر الاخير بقى خالص، لو انت من المحترفين وعندك قدره للاستطاعه للاستثمار الاحترافي ولديك يعني قراءه للميزانيات ومتابعه البورصه والضغط على الأعصاب في الطلوع ونزول الأسعار، استثمر في سوق المال. سوق المال مضمون كفلوس، ولكن مش مضمون العائد، لأن العوائد بتاعته زي ما بنسميها كده كل ما ارتفعت عوائدها ارتفعت مخاطرتها. والأفضل إنك تستثمر في أي طروحات جديدة، بالذات لو طروحات حكومية، لأن دي برضو بتبقى شركات ناجحة قدرت إنها تحقق نجاح وهتطرح في البورصة. اتفضل. أخيرا يا فندم، آخر نقطة دايما بتكلم فيها، الفلوس اللي في ايدك دي اللي انت ماسكها في ايدك او حاططها في البيت اسمها فلوس خسرانه. مش دي نقطة مهمة قوي يا دكتور. ايوه بالظبط، الفلوس اللي انت حاططها في البيت او المدام او الاولاد او شايلهم عشان مش عارف، دي بنسميها فلوس خسرانه. يعني الفلوس اللي انت حاططها تحت البلاطه دي، لو معاك فلوس تحت البلاطه دي فلوس خسرانه بتتآكل. برافو عليك. نبقى نوجهها لايه؟ نوجهها لو سمحت للبنوك، حطها في اي شهاده او وديعه او استثمار. طيب ده بالنسبة لو عندك عايز تستثمر كمواطن بقى في أوروبا وفي كل الدول، الناس بتغير أولوياتها، إزاي تغير أولويات حياتك كمان يا دكتور؟ خليني أقول أنا طبعا يعني مدقق شوية، ودايما أقول للناس الترشيد في عملية السلوك الاستهلاكي ده من أفضل الحاجات بالنسبة لي. القراءة يا فندم للعالم الخارجي اللي احنا بنشوفه النهاردة، ودول أوروبية كبيرة وغنية بترشد بالإجبار، يعني الحكومة بتقول للمواطنين مالكش إلا إزازة زيت واحدة أو كيلو دقيق واحد أو النهاردة مش عارف إيه. أمريكا أكيد وحضرتك مطلعة على هذا الأمر، بقى تقريبا نصف الشعب في أمريكا فندم النهاردة بيركب المواصلات العامة، نصف الشعب النهاردة ابتدى يستغنى عن شراء الأكل من المطاعم. الأمور دي كلها النهاردة أعتقد هتحميك جزئيا من اللي احنا بنواجهه. الامور دي النهارده كل واحد يدرسها وفق سياسته في البيت.
ولازم وفق ميزانيته، يعني هو بالضبط. انا دخلي كام عشان الناس تقول لك اه ده انت معاك فلوس، لا وفق ميزانيتك، غير اولوياتك ورشد انفاقك. بالضبط. خلي بالك ان كل مواجهه في المواجهات الاستثماريه النهارده او التغيرات السياسيه العالميه هتاثر علينا تاثير كبير، يعني رفعوا سعر الفايده في الخارج هتاثر علينا، لو التضخم زاد في الخارج هياثر علينا، فانت لازم تكون مقتنع ان اولوياتك في السياسه الشخصيه الخاصه بيك الاولويه للصحه بتاعتك، للاكل والشرب الخاص بيك ولاسرتك، طبعا الباقي يعني مواردك الماليه اختزنوا للاستثمار، لان احنا ما نعرفش زي ما حضرتك في اول برنامج ما نعرفش بكره فيه، لكن عارفين بكره متاكد ان في تغير في السياسه العالميه، بالتضخم ما زال مرتفع، بان الاسعار في العالم لسه بالزياده، ده الشيء اللي احنا عارفينه. لو مش محتاج تغير عربيتك ما تغيرهاش. حاول ان انت تقتصد في استهلاك البنزين قدر المستطاع. الناس اللي بتنزل تلف بالعربيات ويلفوا ويعملوا مليون مشوار بالعربيه، يحاولوا بس الاقتصاد بعد الشيء تفكير. الاهميه بالنسبه لي للشباب وللجيل الطالع اللي زي حضرتك ما تتفضلي في الحديث معاهم، يا ريت هو ده يكون خطابنا الجاي، يا ريت التوعيه تكون من الازهر والكنيسه، ان الترشيد في الانفاق ده مش حرام، ده مسانده المجتمع للحكومه وموارد الدوله بنحميها بانفسنا. زي ما حضرتك تفضلتي البنك المركزي جاب لي 44 طن ذهب، ده بيغير في السياسه، ده طبعا حسب اطلاعنا، ده بيغير في السياسه الاحتياطي النقد الاجنبي، لان هو شايف مستوى العملات في النازل. اعتقد هو ده اللي احنا بنتكلم عنه يا فندم. شكرا. لازم يكون في دور مجتمعي لينا مع بعض. شكرا دكتور مصطفى بدره، الخبير الاقتصادي واستاذ الاستثمار والاقتصاد.